بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 32. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله وبياكم شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. وقفنا مع المؤلف رحمه الله في قوله: فصل. ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. تقدم في أول الباب أن سجود السهو سببه ثلاثة أشياء. السبب الأول الزيادة في الصلاة عمدا، الزيادة في الصلاة، عن غير عمد، سهوا، الزيادة في الصلاة سهوا. السبب الثاني النقص من الصلاة سهوا. السبب الثالث الشك في زيادة أو نقص. هذه أسباب سجود السهو. وقد تكلم المؤلف رحمه الله على السبب الأول، وهو السجود عن زيادة في الصلاة. وانتقل الآن إلى القسم الثاني، وهو السجود عن نقص في الصلاة. فقال: ومن ترك ركنا، يعني من أركان الصلاة التي سبقت وهي 14 ركنا، فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها، وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. هذا من ترك ركنا من أركان الصلاة سهوا فله حالتان. الحالة الأولى ألا يذكره إلا بعد شروعه في قراءة الركعة التي بعدها، أي بعد التي ترك منها ذلك الركن. في هذه الحالة يستمر في الركعة الثانية لأنه شرع فيها، وتلغو الركعة التي ترك منها الركن، ولا يجوز له الرجوع إليها، ويكمل صلاته ثم يسجد سجدتين للسهو. الحالة الثانية أن يذكره قبل شروعه في قراءة الركعة التي بعدها، فإنه يجب عليه أن يعود لأنه لم يشرع في الركعة التي بعدها. ما دام لم يشرع في القراءة فإنه لم يشرع في الركعة التي بعدها، فيلزمه الرجوع إلى الركعة التي حصل فيها الخلل ليصلحها، يعود وجوبا فيأتي به، أي بما تركه من الركن، ويأتي بما بعده. مثلا فرضنا أنه ترك قراءة الفاتحة سهوا ولم يذكره، وذكره قبل شروعه في الركعة التي تليها، ففي هذه الحال يعود ليكمل الركعة التي نقصت، فيأتي بقراءة الفاتحة وما بعدها من الركوع والسجود، ثم يقوم للركعة الثانية. هذا معنى قوله يأتي به، يعني بما ترك وبما بعده من أفعال الصلاة.
هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن لا يعلم بتركه ذلك الركن إلا بعد السلام، لا يعلم أنه ترك ركنا في ركعة من ركعات الصلاة إلا بعدما سلم. ففي هذه الحالة يكون كترك ركعة كاملة، يقوم ويأتي بركعة كاملة ويعتبر الركعة التي ترك منها الركن غير صحيحة ولا يعتمد عليها، فيأتي بدلها بركعة بعد السلام ثم يسجد للسهو. نعم، سواء كانت التي نسي فيها الركن الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة. إيه نعم، دون النظر إلى مكان الركعة من الصلاة. نعم، هذا إذا لم يذكر إلا بعد السلام. وإن طال الفصل يعتبره كترك ركعة كاملة فيأتي بها، مثل ما لو سبق بركعة قضاء، فإنه يقوم ويأتي بها بعد سلام الإمام، كذلك هنا. نعم، ولو طال الفصل يا شيخ؟ هذا يأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. هذا خلصنا. وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما. لما فرغ رحمه الله من بيان حكم ترك الركن سهوا انتقل إلى ترك الواجب من واجبات الصلاة سهوا. قال: وإن نسي التشهد الأول الذي بعد الركعتين الأوليين من الرباعية أو من الثلاثية كالمغرب مثلا، من التشهد الأول ونهض، فهذا له حالتان. الحالة الأولى إذا ذكر أنه ترك التشهد الأول قبل أن ينتصب قائما، يعني قبل أن يعتمد قائما، ففي هذه الحالة يرجع ويأتي بالتشهد الأول، يرجع ويأتي بالتشهد الأول ثم يقوم للركعة التي بعده ويسجد للسهو بعد السلام، لأن هذا عبارة عن زيادة في الصلاة سهوا، وهو القيام قبل الإتيان بالتشهد الأول. الحالة الثانية: إن استتم قائما ولم يشرع في القراءة، ففي هذه الحالة يكره له الرجوع، يكره له الرجوع كراهة التنزيه، فإن رجع فصلاته صحيحة، لكنه خلاف الأولى. الأولى أن يستمر في بقية الصلاة ويسجد للسهو جبرا لما تركه من التشهد الأول. وإن شرع في القراءة، هذه الحالة الثالثة، شرع في القراءة، قام ونسي التشهد الأول ولم يذكر إلا بعدما شرع في قراءة الفاتحة، حينئذ يحرم عليه الرجوع، بل عليه أن يستمر ويسجد للسهو قبل السلام جبرا عن التشهد الأول الذي تركه. ولماذا لا يرجع بعد شروعه في القراءة؟ لأنه شرع في ركن، فلا يرجع ويتركه إلى واجب من واجبات الصلاة وهو التشهد الأول، ويكفيه أن يسجد للسهو ويجبر ذلك النقص، والحمد لله. ولهذا قال: وعليه السجود للكل، يعني في الأحوال الثلاث، ذكر قبل اعتماده قائما يرجع، ذكر بعد اعتماده قائما قبل الشروع في القراءة الأولى ألا يرجع، ذكر بعدما شرع في القراءة يحرم عليه الرجوع، وفي جميع الأحوال الثلاث يسجد للسهو قبل السلام. نعم. فإن أخذه الجماعة شيخ أحيانا يذكر الإمام فيصيحون في سبحان الله سبحان الله، وربما جلس للتشهد بعدما شرع في الفاتحة. لا، إذا استتم قائما يكره له الرجوع ولو سبح به من خلفه،
وكذلك من باب أولى إذا شرع في القراءة يحرم عليه الرجوع ولو سبح به من خلفه. نعم، ثابكم الله. قال رحمه الله: ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. هذا هو النوع الثالث من أسباب سجود السهو، وهو الشك في عدد الشك في الصلاة. والشك هو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما، كما لو شك في عدد الركعات هل صلى ثلاثا أم ثنتين يبني على الأقل ويعتبر نفسه قد صلى ركعتين، لأن هذا هو المتيقن، وما زاد مشكوك فيه فيلغي هذا المشكوك فيه، لأن الأصل الوجوب ولا يخرج منه إلا بيقين. هذا معنى قوله: ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل الذي هو المتيقن. وقاعدة البناء على اليقين قاعدة شرعية مضطردة مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم للصلاة وأشكل عليه هل خرج منه شيء، يعني حدث، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فلم يأمر صلى الله عليه وسلم بالانصراف لمجرد الشك، حتى يتيقن حصول الناقض للوضوء، لأن الوضوء متيقن وحصول الناقض مشكوك فيه، فيبنى على المتيقن وهو الوضوء والطهارة. كذلك هنا إذا شك في العدد هل صلى ثلاثا أو أربعا فإنه يأخذ المتيقن وهو الثلاث، الأقل هو المتيقن، ويلغي الشك ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو بعد السلام. نعم. وإن شك في ترك ركن فكتركه. نعم، هذا مسألة ثانية من أنواع الشك. النوع الأول الشك في عدد الركعات، وعرفنا الحكم فيه. النوع الثاني: من شك في ترك ركن فكتركه أيضا، لأن الأصل أنه لم يأتي به. نعم. الأصل النفي، ما لم يثبت أنه أتى به فيعتبره لم يأتي به، فيأتي به ليزول بذلك شكه إلى اليقين، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك. هذا معنى قوله: وإن شك في ترك ركن، يعني كما لو شك في ترك قراءة الفاتحة هل قرأها أو لم يقرأها، يعتبر نفسه أنه لم يقرأها، لأن الأصل أنه لم يقرأها، الأصل أنه لم يقرأها، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين. نعم. قد يكون هذا شيخ باب من أبواب الوسواس لبعض الناس. لا، الكلام في الشك، مو الكلام في الوسواس. كلام في الشك. إنسان سليم ما عنده وسواس، حصل عنده شك في عدد الركعات أو في ترك ركن من أركان الصلاة أو ترك قراءة الفاتحة. ركن، نعم. ركن قراءة الفاتحة أو غيره من الأركان، وليس من عادته كثرة الشك، فهذا هو الذي هو موضع الكلام الآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة. نعم. أما إذا شك في ترك واجب كالتشهد الأول أو قول ربي اغفر لي بين السجدتين، أو شك في زيادة هل زاد أو لم يزد، فإنه لا يجب عليه السجود للسهو، لأن سجود السهو إنما يجب في الحالة التي يتبين فيها نقص في الصلاة أو زيادة في الصلاة، وهذا لم يتبين له ذلك. والشك في ترك الواجب يختلف عن الشك في ترك الركن،
لأن الركن لا تصح الصلاة إلا به. نعم. ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. نعم. هل على المأموم سجود الذي يصلي خلف الإمام؟ إن كان أدرك الصلاة من أولها مع الإمام فليس عليه سجود سهو إلا تبعا لإمامه، فإذا سهى إمامه فإنه يسجد معه ولو لم يسهه، قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به. أما من فرد به هو سهى وراء الإمام خلف الإمام، سهى خلف الإمام فإن الإمام يتحمل عنه سهو سجود السهو في هذه الحالة. نعم. وسجود السهو لما يبطل عمده واجب. هذا حكم سجود السهو. سجود السهو ينقسم إلى قسمين، واجب ومستحب. فالسجود الواجب هو لما يبطل عمده، لما يبطل تعمده كترك ركن أو ترك واجب، لأنه من تعمد ترك الركن بطلت صلاته، وكذلك من ترك الواجب متعمدا بطلت صلاته، حينئذ إذا سهى عن هذا الواجب كما سبق، إذا سهى عن هذا الواجب وتركه سهوا فإنه حينئذ يسجد للسهو، لأنه إن كان قد زاد في الصلاة يكون ذلك ترغيما للشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد نقص من الصلاة فإن هذا السجود يكون جابرا لما نقص. نعم. وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. سجود السهو يصح قبل السلام ويصح بعد السلام. نعم. ولكن الأفضل إن كان سجود السهو، إذا كان سجود السهو عن نقص، عن نقص في الصلاة، نعم، فإن الأفضل أن يكون قبل السلام لأنه جبران لما نقص. وإن كان سجود السهو عن زيادة في الصلاة كزيادة ركعة أو قيام أو ركوع سهوا فإنه يكون بعد السلام لأن صلاته تامة، وهذا السجود إنما هو ترغيم للشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ترك السجود الذي أفضليته بعد السلام لم تبطل صلاته لأنه خارج الصلاة. وإن ترك السجود الذي أفضليته قبل السلام وهو السجود عن نقص تركه متعمدا وطال الفصل فإنه تبطل صلاته كما ذكر هنا. نعم. هل من مثال شيخ؟ نعم، مثلا لو زاد ركعة في الصلاة سهوا فهذا يسجد للسهو بعد السلام، يسجد للسهو بعد السلام خارج الصلاة، هذا الأفضل، هذا الأفضل. هذا لو تركه صلاته صحيحة لأنه سجود خارج الصلاة. أما العكس لو ترك التشهد الأول سهوا فإن قلنا إنه يجب عليه أن يسجد قبل السلام لأنه سجود عن نقص، فلو تعمد تركه ولم يسجد أبدا بطلت صلاته لأنه بقيت ناقصة، أن صلاته بقيت ناقصة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه. تقدم الكلام في حكم تعمد ترك سجود السهو والتفصيل فيه. أما في هذه المسألة إذا نسيه، لم يتعمد تركه لكنه تركه نسيانا، هو أفضليته قبل السلام لكنه سلم ولم يسجد، هذا إن قرب زمنه عرفا فإنه يسجد بعد السلام،
فينتقل من كونه قبل السلام إلى كونه بعد السلام في هذه الحالة، وتصح صلاته بذلك، لأنه سهو، لأنه لم يتعمد تركه إن قرب زمنه. أما إن طال الفصل أو انتقض وضوءه فإنه يسقط عنه سجود السهو في هذه الحالة. نعم. ومن سهى مرارا كفاه سجدتان، لا يتكرر سجود السهو بتكرر السهو نفسه، بتكرر الأسباب. فلو سهى عدة مرات مثلا، ترك قراءة الفاتحة سهوا وعلى ما سبق من التفصيل ماذا يفعل، وترك التشهد الأول سهوا مثلا، وترك قول سمع الله لمن حمده سهوا، فهذه عدة أسباب، عدة أسباب، كل سبب منها يوجب سجود السهو، لكنها في هذه الحالة تتداخل ويكفيه سجود واحد عن الجميع. هذا معنى قوله ومن سهى مرارا كفاه سجدتان، أي أن سجود السهو لا يتكرر بتكرر السهو في الصلاة، فإذا سهى عدة مرات في صلاة واحدة فإنه يسجد سجدتين فقط للجميع، لأنها تتداخل. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ، قبل مضينا إلى الباب الجديد أو صلاة التطوع، هل لكم أن تذكروا الدعاء الوارد في سجدتي السهو وفيما بينهما؟ نعم أحسنت، هذا كثير ما يسأل عنه الناس، يظنون أن هناك فرقا بين سجود السهو وسجود الصلاة. نعم. وهذا خطأ، لا فرق بين سجود السهو وسجود الصلاة، لا في الكيفية ولا فيما يقال فيه. يقول سبحان ربي الأعلى مرة أو ثلاث مرات أو ما شاء الله، ويدعو لنفسه ولمن يريد الدعاء له كما يفعل ذلك في الصلاة تماما. نعم. وفيما بين ذلك؟ نعم، بين سجدتي السهو قل رب اغفر لي. أثابكم الله. قال رحمه الله: باب صلاة التطوع. لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان صلاة الفريضة وما يتعلق بها، ناسب أن ينتقل إلى بيان صلاة التطوع. وصلاة التطوع هو النافلة. نعم. النافلة، تطوع يعني غير الواجب، لأن الله جعل بعد كل عبادة من أركان الإسلام جعل بعدها نوافل من جنسها. الحمد لله. فجعل بعد الصلاة الفريضة صلاة النافلة، وجعل بعد الزكاة صدقة التطوع، وجعل بعد صيام رمضان صيام التطوع، الحمد لله، وجعل بعد فريضة الحج حج التطوع. فكل عبادة واجبة يكون معها عبادة من جنسها تكون نافلة. والحكمة في ذلك والله أعلم فتح الباب للمسلم يتزود من الخير، الحمد لله، ولا يقتصر على الواجبات فقط، بل يتزود من الطاعات، لأنه بحاجة إلى ذلك، ولأنه يجب عليه شكر نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى. فلا يقول الإنسان أنا يكفيني القيام بالفرائض، بل هو بحاجة إلى الزيادة والمزيد من الأعمال الصالحة. وكان سيد الخلق وأعبد الخلق على الإطلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه. فلما قيل له في ذلك قال: ألا أكون عبدا شكورا؟ فالمسلم بحاجة إلى النوافل، لأنها زيادة في درجاته عند الله سبحانه وتعالى. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن هذه الفرائض قد يدخلها الخلل، قد يدخلها النقص، فما كان من خلل في الفرائض فإنه يجبر من النوافل إذا وجدت. الحمد لله.
أما إذا لم يوجد له نوافل وعنده نقص في الفرائض فمن أين يجبر؟ فالمسلم بحاجة إلى النوافل وإن كانت ليست واجبة. ولما قال قوم في عهد عائشة رضي الله عنها إذا أدينا الفرائض فلا نبالي أن ألا نكون صلينا النوافل، فقالت رضي الله عنها والله لا يسألكم الله إلا عما افترض عليكم، ولكن لستم إلا من نبيكم وما نبيكم إلا منكم، والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: آكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر. نعم، صلاة التطوع تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما تشرع له الجماعة، القسم الثاني الوتر، القسم الثالث صلاة التراويح، القسم الرابع صلاة الليل، القسم الخامس صلاة الضحى، فهذه القسم السادس الرواتب التي مع الفرائض، الرواتب التي مع الفرائض. هذه آكد أنواع التطوع، ما تشرع له الجماعة الوتر، الرواتب التي مع الفرائض، التراويح داخلة فيما تشرع له الجماعة. أولا ما تشرع له الجماعة، ثانيا الوتر، ثالثا الرواتب التي مع الفرائض، رابعا صلاة الليل، خامسا صلاة الضحى. وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله واحدة واحدة في هذا الباب. نعم أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كان هذا ما سمح به لنا وقت اللقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في شرحه لكتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا الله وإياكم بما نقول ونسمع. وهذه تحية من زميلي في هندسة الصوت فهد بن محمد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.